الجدارية هذه هي عنوناها بقافلة نحو النصر. هذه الجدارية يعني فكرة وإخراج محمد البويشة زميلي، اشتغلت معاه قال لي إخراج كل شيء. صرنا في شهر عشرة في عرض فريتي 2017، يعني تقريبا دامت مدتها تقريبا شهر على طول 54 متر. بديناها بداية من الانتفاضة 70 مع نهايتها الانتفاضة، بعد الانتفاضة إما السلم إما الحرب إما السلم، وهناك رموز الانتفاضة في اللوحة الجدارية. بديناها من الشهيد فقيد الانتفاضة محمد سيد إبراهيم بصيري، ونهيناها بحماية السلام. إذا كان نحن نرغب للسلام قال لا نفرض علينا نرجعوا للحرب، فهي نرجعوا للحرب. في ثاني فنانين تشكيليين صحراويين لديهم لوحات في هذه الورشة، مثل محمد البويش، الحسن البصير، محمد عامر المعلوم. احنا جل فنون يعني تصبلها في مسار واحد، هو يعني الثقافة والله المعاناة اللي يعيشوها الصحراويين في الأرض المحتلة. نرسم الله من واقعنا المعاش اللي نعيشوه، ما في أي لوحة تجبرها لوحة تجارية والله لا. لا، هي الثقافة، هي السجون والمعتقلات. والله رمز ذاك هو من رموز الوطن، يعني نرسمه نجسده في صورة. يعني كرسالة للعالم لإظهار الثقافة الصحراوية من خلال يعني اللوحة الزيتية، والله من خلال الفن العربي، والله أي الفن العربي تكتب مقولة صحراوية بالشعر الحساني بالشعر هذه باش نوصل بها الرسالة للعالم.